نعم، لما ذكر عقيدته أراد أن يرد، أراد أن يرد على من اتهموه، على من اتهموه بتهم هو منها بريء، وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا من أتباع الأنبياء، كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل، توجه إليهم التهم بأنهم يريدون الملك، يريدون الرئاسة، يريدون الأموال، يريدون الرياء والسمعة، أنهم سحرة، أنهم مجانين، أنهم يريدون كذا وكذا، كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصاً نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه معلم، بأنه كذاب، بأنه يريد الترأس على الناس، فكيف بمن دونه من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لما دعا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه، وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها، ولله الحمد، مردود عليها في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تتضمنها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، والرد على داود بن جرجيس العراقي في كتب، الرد على دحلان وتحذير الإنسان، صيانة الإنسان، كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. دحلان هذا هو مفتي أهل مكة، وكان خرافياً شرق بدعوة الشيخ، وصار يكذب عليه، وألف كتاباً سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وذكر فيه افتراءات على الشيخ، فرد عليه عالم من علماء الهند محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وهو مطبوع موجود. ومن افتراءات دحلان يقول انه ان ابن عبد الوهاب كان يضمر انه بيدعي النبوه، لكن لما راى الناس ما يصدقونه، لما شاف ان الناس ما هم مصدقينه كتم هذه الفكره، ولا هي في نفسه، يعني يعلم حتى ما في القلوب، يعلم الغيب دحلان، يقول هي في قلبه، كان يريد يدعي النبوه ولكن يوم شاف الناس ما هم بلمه سكت، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. نعم، فما هو الشيخ الوحيد اللي اتهم والذي شبه على دعوته؟ إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم شيء من الاتهامات فأتباعهم من باب أولى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. نعم.